نحمده ونصلي على رسوله الكريم. Let's do the مرتل style of recitation. إن شاء الله. Let's start with سورة التين الإقرار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون. والتين والزيتون. وطور سينين. وطور سينين. وهذا البلد الأمين. وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين. آمنوا وعملوا الصالحات فلهم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فلهم أجر يكذبك بعد بالدين. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. أليس الله بأحكم الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى. كلا إن الإنسان ليطغى. أرآه استغنى. أرآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. إن
الذي ينهى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر إنا try to rush. Try to follow the tajweed. Try to follow the rules of tajweed, right? Don't try to rush. Don't say like this. Inna. Don't say like this. Properly, you should make ghunna properly. This is what you call a ghunna. Inna. When you bring your voice into your nose, that's what you call a ghunna. And stop it there for some time. Inna. أنزلناه في ليلة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر وما ليلة القدر خير من ألف شهر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها تنزل الملائكة والروح فيها تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم If you cannot recite this ayat, if you cannot say this ayat fully, you can make it half. تنزل الملائكة والروح فيها تنزل الملائكة والروح فيها فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى
بعد ما طلع الفجر سلام هي حتى طلع الفجر صدق الله العظيم صدق